من كتر الراجل بقى الحاجات اللي هو عدى بيها ده، الراجل اللي هو جيمس ابتدى ان هو يحاول ان هو يشتت نفسه ويحاول ان هو يخرج من الحياة البائسة اللي هو كان حاسس او محسس نفسه ان هو عايش فيها بالقراية. قعد يقرأ لغاية لما ابتدى يقرأ للفيلسوف اللي هو اسمه تشارلز بيرس. بعد كده ابتدى جيمس ان هو عايز ان هو يغير من حياته، ابتدى ان هو يمسك زمام الامور، وابتدى ان هو يعمل اهم حاجة، ابتدى ان هو يبطل ان هو يلوم اللي حواليه على مشاكله، ابتدى ان هو ياخد كنترول لحياته. ويليام جيمس بقى من اكتر الناس الناجحة في الحتة بتاعت الامريكان سايكولوجي، وبيسموه الاب الروحي للامريكان سايكولوجي، واول واحد ابتدى يدي كورسز على السايكولوجي في امريكا. المثل الصغير جدا بتاع جيمس اللي احنا كنا بنتكلم عليه ده كان مهم جدا 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 في ايه؟ ان هو بيقولك ان الواحد لازم يبطل ان هو يلوم الظروف الخارجية، على طول لازم يشوف انا محتاج اطور ايه في نفسي او محتاج اطور ايه جوايا علشان اعرف اواكب الحاجات اللي هي موجودة. ساعات بيبقى الوضع اللي الواحد بيتحط فيه ده الواحد ما يعرفش يغيره، بس انا ممكن اغير البيهيفير بتاعي. زي ما واحد ماشي بمركب، واحد ماشي بمركب وفي هوا، عندك حل من الحلين، يا اما اقعد اشتكي بسبب الهوا، تاني حاجة ان انا اقعد استنى لغاية لما هوا يتغير، او ان انا اعمل ايه؟ اغير الانجل بتاعت الشراع، اغير اتجاه الشراع، هعرف ان انا اغير اتجاهي. لكن هقعد الوم الظروف او استنى الهوا اتجاهه يتغير، دي حاجة برا ايدي، دي اكسترنال فاكتور. على طول ادور على الانترنال فاكتور اللي هو اغير اتجاه الشراع. بيقولك انت مسؤول عن حياتك، انت مسؤول عن ظروفك، مش الحياة هي المسؤولة عنك، لا بالعكس، انت اللي مسؤول على ان انت ترياكت بالطريقة المظبوطة للظروف والحاجات اللي بتحصل لك خارجية. حاجة مهمة جدا لازم نبقى كلنا واخدين مالها بيتكلموا عنها في الكتاب ده، ان السوشيال ميديا على طول بتحاول تحسسنا من حياة البني ادمين اللي حوالينا ان حياتهم بيرفكت ومثالية، مع ان يعني الكالتشر بتاعتنا او الظروف بتاعتنا او حياتنا اللي بتتطور على طول ان احنا نبقى احسن. فده بيخلي ان البني ادم ساعة لما يبقى افريج ده بالنسبة له ده فشل. ليه؟ علشان هو شايف كل اللي حوالينا ناجحين على السوشيال ميديا، مش شايف الجزء بتاع الفشل او المعاناة اللي الناس دي عدت بيها، فبيخلي على طول الحياة المثالية هي دي احسن حاجة، لكن الحياة الطبيعية او شوية المشقات ده فشل والحياة وحشة وضنك، وبيبدأ ان هو يخش في ان هو يبدأ يلوم نفسه ويلوم الظروف اللي حواليه، وليه الناس كلها شايفها على السوشيال ميديا كويسة وانا الوحيد اللي مش كويس. المشكلة بقى في الحتة دي ان المجتمع والحياة اللي حوالينا بتخلينا بنحس ان احنا لازم نبقى مثاليين جدا جدا طول الوقت بدون شغل وبدون بذل مجهود. الاحاسيس دي بتخلينا نخش في حتة العزلة، بتخلينا برضو نحس ان احنا وسط الكون، ان الحياة كلها بتتمحور حوالينا احنا بس، وبتعمل حاجة سلبية جدا بتطفينا. يعني ايه؟ بتخلي ان البني ادم ما يبصش للحياة بكريوزيتي او بشغف او بويلنس تو امبروف، تطور، ان الواحد يتطور من نفسه ويحسن من نفسه عشان يحسن من حياته. ليه؟ علشان بيبقى شايف ان الناس كلها الناجحه اللي حواليه، مش شايف الفشل، هو شايف نجاح، ما شافش الفشل، ما شافش الناس دي فشلت قد ايه عشان توصل للحاجه اللي هي وصلت لها. حاول تفكر فيها بالطريقه دي، ان البني ادم ساعه لما هيجي يقول ان الحياه مش حلوه او الحياه مش جميله او ان الحياه وحشه لما بتكون مش اكسترا اوردينري او مش بتكون في حته نجاح، يبقى معظم الناس اللي حوالينا المفروض يكونوا عايشين في حته الاكتئاب. ولو كل الناس ناجحه جدا 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 فوصلنا ان الناجح ده هو افريج. حاول تتقبل الفكره ان انت مش خارق، احنا زي اللي حوالينا، معظم الناس شبه بعض، بس الفكره كلها ان اي حد بينجح عمل مجهود خرافي وفشل فشل جامد جدا 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 عشان يوصل للحاجه اللي هو وصل لها دلوقتي. وقف مع نفسه في لحظه وقال انا لازم اتعب ولازم اخش في المشقه دي ولازم اخش في العناء دي عشان انا عايز اغير حياتي وعايز اغير حياه ولادي وعايز اغير مستقبلي وعايز ان انا اوصل لحاجه كويسه جدا جدا جدا. فدخل في لوب مشقه ودخل في لوب عناء ودخل في مهاترات كتيره جدا 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 علشان يوصل للي هو وصله دلوقتي. مفيش حد صح على طول. بيقولك عقل البني ادم هو مصمم علشان يشتغل بكفاءه، مش علشان يبقى شغال بدقه بس.
فالفكره كلها ان البني ادم اللي على طول فاكر نفسه صح، الذاكره بتاعتك ممكن تخونك، الذاكره بتاعتك ممكن تحسسك ان انت على طول صح. لازم تتقبل ان انت ممكن تكون غلط في حاجات كتيره ممكن تكون بتحصل حياتك وحواليك، وان احنا مش على طول صح. من اكتر الحتت اللي عجبتني في الكتاب ده بيقول لك ايه، بيقول لك ان نقد الذات حاجه من اصعب الحاجات اللي البني ادم ممكن يبدا يعملها لنفسه. وبيقول لك ان هو مانسون نفسه ان ده جزء من اللو اوف افويدنس، ان هو ان الواحد بيتجنب ان هو ينتقد نفسه. وكل ما البني ادم هيبقى حاسس ان هو الايدنتيتي او شخصيته فيها تهديد، بيبدا ان هو يرفع حواجز كده علشان لا انا صح، انا مش اللي انت بتتكلم عليه. كل ما في حاجه هتهددك اكتر كل ما هتتجنبها اكتر. وعشان كده يرجع ويقول لك ايه، من اكتر الحاجات اللي بتخلي البني ادم متحرر ان هو يسيب الصوره الذاتيه بتاعته، يعني بمعنى اصح يعني letting go of your self image، ان انت تتخلى عن الصوره اللي انت رسمها من نفسك، ده can actually be liberating, the most liberating experience، او من اكتر الاحاسيس اللي بتحسسك بالراحه او بان انت حر. لما البني ادم بيبقى حاسس ان هو متاكد على طول طول الوقت، بيمنع نفسه ان هو يتشكك، فده بيخلي البني ادم مش عارف يسال نفسه اكتر ومش عارف يتعرف على نفسه اكتر، فده بيعيق البني ادم من ان هو يوصل لحاجه معينه في حياته او ان هو يطور من نفسه. الى جانب بقى ان الشكوك ساعه لما بتوصل للبني ادم في حياته ويبدا البني ادم يسال او يتساءل في الحياة اللي حواليه، دي بتخليه بيوصل اكتر او بيدرك اكتر ان هو انا مش against the world، او مش انا ضد العالم، لا انا مع نفسي ان انا اطور نفسي، او زي ما بيقولها لك كده، بيقولك في الكتاب by letting uncertainties، بان الواحد يخلي الشكوك تخش حياته ويبدأ ان هو يبدأ and questioning your world view، او تبدأ ان انت تسأل او تتساءل في حياتك، هيخليك ان انت تحس اكتر ان انت بتنافس نفسك مش بتتنافس مع العالم، فده بيخليك ان انت بتبقى عندك كنترول اكتر على حياتك، بتبدأ ان انت تمسك زمام الامور، بتبدأ ترجع ان انت تبص على الحاجات الانترنال اللي عندك، مش تبدأ قاعد عمال تبوينت فينجر اصل كذا، وتبدأ تعلق شماعات على حاجات موجودة بعيدة عنك وما تبدأش ان انت عارف ان انت تحققها. الحاجات اللي انت تعرف تحققها هي الحاجات اللي انت لازم تركز عليها. جزء بقى وحتة صغيرة كده انا هضيفها انا في الحتة بتاعت الكتاب، بيقولك face your own mortality، يعني ايه؟ لازم البني ادم يبقى عارف ان هو كده يعني، ودي صعب على معظم الناس، ان هو الحياة وان الواحد هيموت وان البني ادم هيبدأ يموت. فشفتها في حاجة من الحاجات القريبة او سمعتها من الحاجات القريبة اللي عجبتني جدا جدا جدا. واحد جه قالك لو انا اديتك 1,000,000 جنيه دلوقتي هتتبسط؟ قال لك طبعا دي هتبقى حلوه جدا جدا جدا، وهجيب مش عارف ايه وهصرف فين وهروح فين. قال لك يعني 1,000,000 جنيه دول هيكفوك قد ايه؟ قال لك سنه مش هحس باي تعاسه ولا اي زعل ولا اي حاجه، وهصرف وهقعد ابعزق 1,000,000 جنيه دول لغايه لما يخلصوا، وبعد السنه بيا وقت الله يعين الله. قال لك طب ايه رايك في 10,000,000 جنيه؟ قال لك ده احلى واحلى. طب ايه رايك 10,000,000 جنيه واقتلك بكره؟ قال لك لا تقتلني ايه يا عم، الله الغني، مش عايز ال 10,000,000 جنيه بتاعتك. قال لك طب دلوقتي يعني ال10,000,000 جنيه دي اهم ولا ان انت تصحى بكره الصبح اهم؟ قال لك لا يا عم مش عايز 10,000,000 جنيه، اصحى بكره الصبح اغلى من 100,000,000 جنيه. يعني معناها ايه؟ ان كل يوم بنصحى الصبح ده اغلى من 10,000,000 جنيه. ليه بقى الواحد مش بيحس بالحته دي؟ لازم دلوقتي نجيب 1,000,000 وال10 وخد وهات عشان تبدا تحس ان ال10 مليون جنيه دي، ان حياتك ان انت بس تصحى الصبح او ان انت تصحي الصبح دي اغلى من 110,000,000 جنيه واغلى من اي حاجة. بان انت تختار المبادئ بتاعتك الايجابية اللي انت عايز تمشيها في الحياة، ده هيخلي وهيعلمك ان انت مهم في الحياة، او هيخليك ان انت حاسس بقيمة لذاتك اكتر. لازم يبقى البني ادم عارف ان هو في حاجات هتفوته، لازم يبقى البني ادم عارف ان هو انا
هلعب كورة، الكورة خلاص مش هينفع ابقى جامد في الكورة وابقى جامد في التنس وابقى اجمد واحد في الباسكت، لا انا هميس اوت الباسكت وهميس اوت الكورة علشان ابقى جامد في حاجة معينة. لازم الواحد يبقى عارف ان هو لازم يركز في شغله علشان ينجح، لكن انا مش هينفع اشتغل 100 شغلانة وانجح في 100 كلهم، فلازم الواحد يدي حاجة معينة. الواحد بيبقى عنده بارتنر واحد او زوجة واحدة، مش هينفع واحد يبقى متجوز وقاعد عمال يخون كتير جدا وحاسس بسعادة. فهي الفكرة كلها ان missing out حاجات، وان الواحد يكوميت لحاجة، دي من اكتر الحاجات اللي بتخلق السعادة. انت اصلا جامد علشان انت قررت او انت قررتي تعملي كنترول لحياتك، بالرغم من ان الحياة اللي حواليكي مفيش كنترول عليها. فده بيخليكي وبيخليك حلوة قوي قوي قوي، وبيخليك بني ادم احسن. نوت سريع بقى كده علشان نقفل الدنيا. Choose to gain control over your life. حاول ان انت تبص لحياتك اكتر، وان انت يبقى عندك كنترول على حياتك الداخلية والافعالك اكتر. لازم يبقى في شوية لامبالاة كده في الحتة بتاعت الشهرة والفلوس والكلام ده. فوكس اكتر على الحياة، الحاجات المهمة بالنسبة لك. الكتاب ده زي ما بقول لك صفعة كده على الوش علشان الواحد يبدأ يحس بايه، لازم يركز على حياته اكتر، ولان هو لازم ياخد كنترول ويبص على الحاجات اللي هي المهمة ويحلق الحاجات اللي هي مش مهمة. ده كده كان ملخص سريع للكتاب بتاع فن اللامبالاة او كتاب بتاع محمد صلاح. لو انت عايز بقى ايه تخش في ديتيلز اكتر، ولو عايز ان انت تاخد زمام الامور في حياتك، وان انت ما تطلعش اي اكسكيوزز في اي حاجة، وان انت تبقى انت الاكتف رول، وان انت اللي هتبقى بتغير وانت اللي بتعمل، اقرأ بقى الكتاب كله وحط خطوط وحط سطور واعمل كل الكلام ده. شكرا واشوفكم في الكتاب الجاي.